فيكم حبايبي في فيديو جديد. في فيديو اليوم رح نتكلم عن القصة الحقيقية لسالي. أتوقع أغلبنا يعرف مسلسل سالي، حتى لو بعض الناس ما تابعته ولكنها أكيد سمعت عنه. المفاجأة إنه قصة سالي هي قصة حقيقية لبنت اسمها سارة كريو، ومعظم الأحداث والشخصيات اللي شفناها في المسلسل هي أحداث وشخصيات حقيقية. اللي صار إنه في كاتبة اسمها فرانسيس هاتسون بيرنيت، فرانسيس قابلت سارة كريو في الحياة الواقعية وكتبت رواية عن قصة حياتها وسمت الكتاب سارة كريو، وبعدين اسم الكتاب اتغير بعد سنوات وصار اسمه A Little Princess. فهذا اللي راح نسويه في فيديو اليوم. اليوم راح اختصر لكم رواية سارة كريو اللي هي بالأصل قصة سالي الحقيقية. ولكن قبل لا أقول لكم قصة سالي الحقيقية، خلوني في البداية أحكي على السريع قصة سالي اللي في المسلسل. وإذا حابين تروحون للقصة الحقيقية على طول، ممكن تروحون للوقت المكتوب على الشاشة. تبدأ قصة مسلسل سالي الكرتوني مع بطلة القصة سالي. سالي كانت بنت ذكية وطيبة، وكانت عايشة في مدرسة داخلية في بريطانيا. سالي كانت بنت غنية جدا، والناس في مدرستها وخصوصا المديرة كانت تعاملها معاملة أحسن من الناس العادية لأنها كانت غنية. ولكن في يوم من الأيام وصل لسالي خبر وفاة أبوها بسبب الحمى الشديدة. بعدين محامي أبوها اتواصل مع سالي وقال لها إنه أبوها قبل وفاته أعلن إفلاسه بسبب الديون اللي كانت عليه. هنا سالي تكتشف إنها في يوم وليلة حالها تغير من بنت غنية وعندها كل شيء في الحياة إلى بنت فقيرة ويتيمة. في وحدة في المسلسل اسمها الآنسة منشن. هذه الآنسة من يوم ما شافت سالي وهي حاقدة عليها عشانها غنية وعندها كل شيء تتمناه، ولما سمعت بخبر إفلاس أبوها استغلت هالشيء أبشع استغلال وخلت سالي تشتغل خادمة في المدرسة. سالي تمت على هذا الحال لفترة طويلة جدا وهي تستحمل قسوة الآنسة منشن معاها. ولكن في يوم من الأيام جتها زيارة من صديق أبوها، واتضح بعدين إنه صديق أبوها كان يدور على سالي من فترة طويلة عشان يعطيها حقها من ورث أبوها، وأخيرا بعد ما لقاها قدر إنه يعطي البنت حقها من الورث. بعدين سالي تصير غنية مرة تانية. هذه كانت قصة سالي في المسلسل الكرتوني، والحين خلونا نشوف إيش كانت القصة الحقيقية. في البداية خلونا نتعرف على بطلة قصتنا اليوم، وهي بنت اسمها سارة كريو. سارة كانت بنت من عائلة غنية جدا ومن أصول غربية وآسيوية في نفس الوقت، لأنه أبوها كان هندي وأمها كانت فرنسية. أبوها كان اسمه الكابتن ريتشارد كريو، أما أمها فأمها ماتت لما سارة كانت طفلة رضيعة. أحداث قصتنا تبدأ في سنة 1888، ووقتها الوضع في الهند كان غير مستقر بسبب الاستعمار البريطاني. أبوها كان في الجيش فكان لازم إنه يقعد في الهند لأنه طبعا كانت عنده مسؤوليات في الجيش، عشان كده اقترح على بنته سارة إنها تروح لمدرسة داخلية في بريطانيا بعيد عن الأوضاع الغير مستقرة في الهند. للي ما يعرف إيش هي المدرسة الداخلية، هي عبارة عن مدرسة ولكن الطلاب ينامون فيها ويكون عندهم سكن خاص فيهم وكل شيء يحتاجون هناك. وفعلا سارة اللي كان وقتها عمرها 7 سنوات بس سافرت لبريطانيا وتحديدا للندن عشان تعيش هناك. الأب كان مدلع سارة على الآخر وطلب من مديرة المدرسة الداخلية اللي كان اسمها الآنسة منشن إنه سارة يكون عندها غرفة كبيرة، غرفة أكبر من الغرف الثانية، وكمان طلب إنه يكون عندها عاملة خاصة فيها عشان تساعدها على التنظيف. الآنسة منشن وافقت على الطلب ورحبت بسارة أول ما وصلت واستقبلتها استقبال كبير، ولكن من الداخل الآنسة منشن كانت تحسد سارة على فلوسها. سارة كريو كانت تتميز بطيبتها وفهمها لطبيعة الناس، وعشان كده أول ما انتقلت للمدرسة الجديدة قدرت إنها تكون صداقات مع أكثر من وحدة. أول صديقة كانت وحدة اسمها إميجريد. البنت هذه كانت عندها صعوبة في التعلم، والمسكينة واجهت تنمر من الطالبات وحتى من المدرسات بسبب هذا الشيء، ولكن سارة هي أول وحدة وقفت معاها ودعمتها. وتاني صديقة وهي وحدة اسمها ريبيكا. ريبيكا هي بنت يتيمة كانت تشتغل عاملة في المدرسة مقابل إنها تنام في غرفة صغيرة. بعد مرور عدة سنوات أجى عيد ميلاد سارة كريو 11. المدرسة عملت لسارة حفلة كبيرة وتم دعوة كل الناس في المدرسة عشان يحضرون الحفل، ولكن في نفس هذا اليوم للأسف سارة عرفت إنه أبوها مات بسبب الحمى وترك وراه ديون كبيرة جدا. الآنسة منشن كانت طماعة وتحب الفلوس، ولما عرفت إنه سارة كريو ما راح تدفع أقساط السنة هذه أجبرتها إنها تشتغل كخادمة في المدرسة، وأخذت كل أغراضها وملابسها وحتى مجوهراتها.
أخذت كل شيء منها وكانت تنام في العلية. العلية هذه تكون غرفة ضيقة جدا في أعلى المبنى. هذه الغرفة تكون باردة جدا وما فيها دفاية. هذا طبعا غير الحشرات والبلاوي السوداء اللي في العادة تكون هناك. الآن سمنشن ما اكتفت بهذا الشيء، بل كمان كانت تحرمها من الأكل وتجبر سارة إنها تلبس ملابس صغيرة جدا عليها بس عشان تهينها وتقلل منها قدام الطالبات. وأحب أنوه إنه هذه الأحداث كلها حقيقية. هذه الأشياء اللي قاعدة أقول لكم إياها فعلا صارت لسارة كريو لما أبوها مات. على الرغم من الفترة القاسية اللي عاشتها سارة كريو، إلا إنها لسه كانت طيبة وحنونة على الجميع، حتى إنها في يوم من الأيام لقت بالصدفة عملة نقدية على الأرض. وبحكم إنها كانت جوعانة وما أكلت كويس من أيام، أول شي سوته إنها اشترت خبز من المخبز. وقبل لا تأكل الخبز شافت بنت صغيرة تمشي في الشارع وباين على البنت إنها محتاجة. سارة أشفقت على حالها وأعطت هذه البنت الخبز اللي هي اشترته، مع العلم إنه سارة كريو ما أكلت أكل نظيف من فترة طويلة جدا. في نفس هذا الوقت الرواية تبدأ تحكي لنا أكثر عن أبو سارة، ويشرحوا لنا كيف أبوها مات فجأة بدون ما يترك وراه ولو حتى جزء بسيط من ثروته لبنته سارة. اللي صار إنه الكابتن ريتشارد دخل في مشروع كبير لاستخراج الألماس مع واحد اسمه السيد كاريس فورد، وهم الاثنين حطوا كل فلوسهم على هذا المشروع. للأسف هذا المشروع في البداية كان فاشل وهم الاثنين خسروا كل أموالهم، ولكن المفاجأة أنه بعد سنوات المشروع اللي كان فاشل في البداية بدأ ينجح بالتدريج. السيد كاريس فورد لما عرف أنه الكابتن ريتشارد مات بدأ يدور على سارة كريو عشان يعطيها نصف فلوس المشروع، ولكن في مشكلة واجهته وهي أنه الإنسان ما يعرف وين سارة، وكان على باله أنها موجودة في فرنسا بحكم أنه أم سارة فرنسية. في يوم من الأيام سارة كريو قامت من النوم وشافت قدامها بوكيه ورد كبير وأكلات مختلفة. سارة في البداية فكرت أنه الملائكة هم اللي بعتوا لها الأكل والورد، بس في الواقع الناس اللي كانوا عايشين في البيت جنب المدرسة كانوا شايفين حال سارة البائس من شباك بيتهم وقرروا انهم رح يساعدونها. وهذا الشيء كان يصير كل يوم. سارة كانت كل يوم تصحى الصبح وتشوف قدامها بوكيه ورد كبير وفطور وحلويات. بعدين نكتشف انه الجيران اللي كانوا يرسلون هدايا لسارة هم في الواقع السيد كاريس فورد ومساعده رام داس، ولكن السيد كاريس فورد للحين ما يعرف انه البنت المسكينة اللي يشوفها من شباك بيته هي سارة كريو اللي كان يدور عليها. بعد مرور عدة شهور سارة كريو وصديقتها ريبيكا بدأوا يتعرفون على الجيران، وهناك سارة تحكي للجيران عن طفولتها في الهند. السيد كاريس فورد بدأ ينتبه لكلام سارة وسألها أكثر من سؤال عن حياتها. بدأ يسأل عن اسمها الكامل وين تربت في الهند بالضبط، وهنا استوعب انه هذه البنت المسكينة هي سارة كريو بنت الكابتن ريتشارد. بعدين السيد كاريس فورد يحكي لسارة انه هو كان يدور عليها من زمان عشان يعطيها حقها من ورث ابوها، وفي النهاية سارة كريو ترجع بنت غنية زي الاول. ولكن القصة ما تنتهي هنا. بعد ما سارة اخذت فلوسها اول شي سوته انها طلعت كل العاملات من المدرسة واولهم صديقتها ريبيكا واخذتهم معاها للهند، وبعدين راحت للمخبز اللي اشترت منه خبز من زمان واعطت صاحبة المخبز مبلغ كبير وطلبت منها انها تعطي اي طفل جوعان خبز بدون مقابل. واخر شي سوته انها دورت على آن. آن هي البنت اللي سارة ساعدتها من زمان. سارة عطت آن وظيفة في المخبز عشان تقدر تصرف على نفسها وعلى عائلتها كمان. وهذه كانت قصة سارة كريو بالكامل اللي هي بالأصل قصة سالي الحقيقية. في نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك، وإذا تحبون هالنوع من المحتوى أتمنى إنكم تشتركون في القناة وتفعلون جرس التنبيهات. شكرا على المتابعة والدعم وأشوفكم في الفيديو القادم.